راحت من مشاهدي سات سبن. بيقول كم هي عدد السنين منذ خلق آدم حتى الآن؟ ربما حوالي 5000 قبل الميلاد و2000 بعده، ربما. واحدة من مشاهدات سات سبن بتقول: عندي شعور بالخوف من الموت، وهذا يجعلني غير قادرة على الصلاة، فهل أنا قليلة الإيمان وكيف أقوي إيماني؟ بينما اسمها إيمان هي كده كده. الخوف من الموت بيوجد عند كثيرين، لكن الاستعداد للموت يمنع الخوف من الموت. الاستعداد للموت يمنع الخوف من الموت. فإن جالك خوف من الموت، استعدي بالتوبة وبتكوين علاقة مع ربنا، وفي الحالة اللي زي دي مش هتخافي من الموت. فبتقول: فهل أنا قليلة الإيمان؟ لحكاية الموت ده ملوش دخل بالإيمان. يعني ممكن أي واحد يموت في أي سن. ربنا يكون معكم وما تخافيش.